المريسة المعدية. المريسة المعدية ده نوع من أنواع الفيروسات اللي ممكن يصيب الإنسان، وأحيانا كتيرة بيصيب الأطفال، وممكن برضو يكون في طرق تانية بالتلامس المباشر بالعلاقة بين الفيروس ده بيبان إزاي؟ بيبقى فيه صورة حبوب صغيرة جدا، وغالبا بتبقى بالمليمترات، وممكن يطلع واحد أو أكتر، ممكن تطلع في أي مكان في الجسم حسب طريقة العدوى. كتير جدا ممكن تحصل لو ولادنا بيروحوا، واحنا رايحين دلوقتي موسم السويمينج بولز وحمامات السباحه وكده، فاحنا بيبقى في عدوى من الاطفال بينهم وبين بعض، فنخلي بالنا اذا طلع للاولاد حاجه زي كده. طيب فرضا طلع حاجه زي كده، ايه المطلوب ان احنا نعمله؟ لازم نتوجه فورا للدكتور، لان هو اللي عنده طريقه العلاج المناسبه، سواء هيستخدم كي بانواع مختلفه او هيشيلها باجهزه معينه او هيديك. طيب يا دكتورة، الكي مؤلم جدا وبيبقى شوية ممكن يسيب نفسيا عند الطفل ذكرى مش ظريفة، هل في حلول تانية ممكن نعملها غير موضوع الكي ده؟ الحقيقة أيوة، في أنواع من الكريمات ممكن نستخدمها، زي كريم الألدارة وزي كريم بوتاسيوم هيدروكسيد مثلا 10%، في بعض الأدوية اللي احنا ممكن نستخدمها، بس كلها بتبقى تحت إشراف طبيب وهو اللي يشوف الدكتور. طيب بعد ما بتخف هل بترجع تاني ولا لأ؟ الحقيقة هي لو خفت 100%، لو شلنا كل الحاجات خلاص مش هترجع إن شاء الله، لكن أحيانا بيبقى فاضل واحدة أو اتنين ما تشلوش، فممكن طبعا إنهم يعدوا في أماكن تانية أو يعدوا أطفال تانية.